لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا. بعد إعلان ديمستورا عن فشل تشكيل اللجنة الدستورية، برأيك ما هي أسباب الإخفاق في تشكيل هذه اللجنة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا أسباب إخفاق هذه اللجنة أصبحت يعني واضحة. هناك هدف، هناك أسباب متعلقة بالطريقة التي أصلا تم المضي بها بهذا المسار، والتي تم من خلال فيها إهمال مصير النظام ومصير الأسد، وتجاوز الكثير من القضايا الإنسانية والقفز مباشرة إلى قضايا مثل الدستور وتشكيل هيئة حكم وغيرها، وهذا بحد ذاته سببا يعني يدعو للفشل في مثل هذه المشاريع. والأمر الآخر هو عدم جدية الأطراف الضامنة والدولية الضامنة والأطراف التي تعمل على هذا المشروع في المضي قدما في هذا المشروع إلى مستوى متقدم. نعم. وبالتالي يعني كانت مسألة وقت قبل أن يعني تفشل أو تتعثر مسألة المضي في تشكيل لجنة الدستور. كيف سينعكس هذا الفشل في صياغة الدستور الجديد على الحل السياسي في سوريا بين أروقة سوتشي وجنيف؟ يعني هو يتوقع أن الآن تبدأ الأمور تأخذ مسارا تسلسلا مختلف، وهو التسلسل الذي يعتمد على ربط إنجاز هذه المشاريع بالوجود الخارجي في سوريا، بمعنى أن يصبح الوجود التركي مثلا والروسي وربما حتى وجودات أخرى مرتبط بقاؤه واستمراره بإنجاز مشاريع سياسية كمسألة مشروع الدستور، اللجنة الدستورية وغيرها. وهذا ما تم الحديث عنه البارحة في الاجتماع الروسي التركي، أن الوجود التركي في سوريا سيبقى أو سيرتبط وجوده بمسألة إنجاز لجنة دستورية ودستور جديد. فيما تكمن ضمانات نجاح المباحثات في العام المقبل؟ يعني لا يوجد ضمانات حقيقية في الشأن السوري، لا بخصوص المباحثات ولا بخصوص وقت إطلاق النار ولا بخصوص أي شيء آخر. هي مجرد عمليات تلاقي أو تقارب سياسي بين وجهات نظر الأطراف المختلفة، وهناك حالة من الاستنزاف والاستهلاك العام لكل الأطراف، وبالتالي هناك نزعة أو ميل إلى المضي في نوع من الحلول التي تقدم مستوى معين أو نسبة معينة من الاستقرار أو الهدوء، لكن لا يوجد أي ضمان لإنجاز حل سياسي متكامل فعلي يخرج بسوريا وبالشعب السوري من حقيقة من أزمته إلى الآن. بالمقابل تتوالى التعزيزات العسكرية السورية إلى منبج بالتزامن مع الحديث عن سحاب النظام من محيط البلدة، كيف تقيم الأوضاع هناك في منبج؟ هذا السلوك نفسه حدث في معركة غصن الزيتون عفرين. النظام حشد في المناطق المختلفة ووعد الأكراد بالتدخل إلى صالحهم، وأرسل بالفعل مجموعة من القوات التي أجرت اشتباكات بسيطة مع قوات تركية أو مع الجيش الحر في وقتها، لكن في النهاية اضطر النظام للتراجع أو للتوقف في مكانه، ويعني تقدمت القوات التركية في النهاية واستولت على المنطقة. الأمر نفسه يتوقع أن يحدث الآن في حالة منبج، مع فارق أن هناك يعني دعما أو توجها من بعض الدول العربية التي تحث النظام على القيام بمبادرة أو بمواجهة من نوع ما مع القوات التركية أكثر من السابق، وربما النظام يحاول أن يجاري هذه الطلبات أو هذه الضغوطات عبر إرسال قوات وإظهار النظام بمظهر المدافع أو الذي يحاول الدفاع عن هذه الأرض أو يحاول منع توغل قوات أخرى فيها. شكرا جزيلا لك رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.